السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم على التطويرات ديالكم. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو على كيفيه وطريقه تقطيع الاظافر ديال الكالوبسيت، كيف نقطعوا الضفرين. كما سبق لي قلت لكم، كيوصل الكالوبسيت الفرخ علينا يتفطم، كيبدا يخرج شي ضفرين ماضيين كيشوكه. ها هو شوفوا الاخوان، كيولي كيقمش كيجرح. انا نوريكم صوره واضحه. أطل جريمة الإخوان كما كتشوفوا فاميليا، أقمش لي يدي قميش، وعاد هنايا في العنق ديالي ما خلى ما دار لي هاد برقل، هذا محيح الدنيا. قبل هادشي الإخوان ديالي اللي باقي ما شافش الفيديو طريقة في طعم الكوكتيل، هو نخليه لكم في أول تعليق وفي صندوق الوصف، دخلوا الإخوان تستافدوا. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في طريقة الفطام، كي وقعوا في مشكل في الفطيم ديال الفريخات، سواء الكالوبسيت ولا البيروش ولا الكنار، اي نوع ديال الفريخات، انا حطيت لكم فيديو في شرح تفصيلي للاخوان كيفاش تفطموا الوليدات الطريقه من الا حتى للزيت. انا نخلي لكم الفيديو في اول تعليق وفي صندوق الوصف الاخوان، بالنسبه للي في فيسبوك يلقاوه في اول تعليق. اذا الاخوان على بركه الله نبداو معاه. طبعا الاخوان نستعملوا، اسمحوا لي، غنستعملوا لقط الضفرين عادي الاخوان في بيت اي منزل موجود، باه غادي نقطعوا له الضفرين ان شاء الله. اخليكم الصوره، غطلع لكم هنايا صوره توضيحيه الاخوان على العرق اللي كاين وسط الضفار ديال الفرخ اللي حذاري ثم حذاري تقيسوه. انا نخلي لكم الصوره هنايا الاخوان، صوره توضيحيه. صافي الاخوان، اذا خليكم مع الفيديو، تابعوا معنا الفيديو ان شاء الله كامل باش كلشي يستافد. طريقه سهله الاخوان، كلشي قادر يعمل الفريخات ديالو. يلا الاخوان خليكم مع الفيديو حتى الاخير. الاخوان بالنسبه للطريقه ديال الفطيم، طريقه الفطيمه الاخوان ديال الوليدات، انا خليت لكم فيديو في صندوق الوصف عاد درته فيه شرح تفصيلي على طريقه الفطام ديال الفراخ، الاكل اللي باغي تقدم لهم باش يتفطموا، على الطريقه ديال سحب السورانك، كيفاش تحيد ليه السورانك، التاكل اليدوي تدريجيا. كل هذه المعلومات هذه الاخوان غتلقاوها في فيديو، ها هو في صندوق الوصف الاخوان، في جميع المعلومات على فطام الفراخ بالنسبه للعمر للاكل، لا طريقه باش تحيد ليه السورانك. صافي الاخوان، فيديو مهم هبطوا ضروري تشوفوها الاخوان اللي باغي يفطم الوليدات. اذا الاخوان خليكم مع الفيديو، نحيدوا الطفيرات. ها برقل كبر اللهم بارك، بلا ما نقولوا طلع، غير ندير له هكا بلا ما نقولوا يطلع يطلع. عار سيد ضرب شي دوره فيه. ها برقل الاخوان اللهم بارك، السورينغ الافانتيا، المستوى ديال الافانتيا اللهم بارك، الخلطه اللي كنوصيكم بها. امور الدار السبع، يا السبع السبع ديالي. برقل إذن الإخوان كما شفتوا في الصورة التوضيحية، يعني ديك العرق الإخوان اللي في الضفار حاولوا تفاداوه. أنا نوريكم شرح يعني تطبيقي دابا الإخوان، وكلشي غادي يستافد الطفيرات ديال الفرخ ديالنا. أثر الجريمة وباقي عاد شنو دار ليا. عادي الاخوان، ملي كيقرب يتفطم الفرخ كيوليو الضفار ديالو حادين ماضيين بزاف، لهذا غادي نحيدو له غا الشوكات الاخوان، غاديك الشوكات الفوقيين هنوريكم كيفاش. غا هاد الشوكه هادي اللي ماضيه على هاد الشكل الاخوان. طبعا الفرخ ما غاديش يبغي، شوية عليكم الاخوان ما تزربوش. ها هو احنا حيدناه له الاخوان،
انا غنبقاو مع الفرخ هذا شويه بشويه. الاخوان طبعا الفرخ ما غاديش يبغي نورمال، واخا مدريسي واخا مولف اليد واخا كل شي ما دالي، غشوك الفوقيه الاخوان فقط، غير هادي اللي كنحيد عندكم تشيو تقربوا للعرق. الفرخ يكون مازال صغير شويه، يكون مازال ما طوالوش الطفار ديالو بزاف، يعني داك العرق يكون مازال لاصق في الراس ديال الطفار. ردوا البال الاخوان، انا نوديكم شي صوره واضحه. شوفوا شوفوا الاخوان، كتشوفوا العرق حتى لين واصل، ها هو واصل حتى لهنا، لين واصل للنهايه. نتمنى تكون الصوره واضحه الاخوان. شفتوا العرق لين واصل للنهايه ديال الطفار اللي ده حذاري الاخوان، وردوا البال. شويه نكملوا معاه، خليوه شي يتوتر، كارسيوه شويه، ما كيبغيش نورمال اللي قد ليه يشدو داك الشده يحيد للطفار. شويه عليكم مع الفرخه الاخوان، ما مزروبينش. هو الاخوان شتو اللي كنشدو ما كيبغيش نورمال، ولكن بشويه عليه غادي نحيدو له الطفار. سير بعد، ردوا البال الاخوان، احنا حيدناه له، حيدوا له غشوك صافي. نتمنى يكون واضح الاخوان، غيرو كان بعدو من الطفار من العرق اللي وسط الطفار. صافي الاخوان، انا نكمل له باقي الطفار على هذا، يزيدوا يتاكدوا من المعلومه. ها هو انا شديت الطفر ها هو على الطريقه فقط، غير الشوكه الاخوان، انا حيدت له الشوكه شتو. صافي الاخوان، غير على قبل هذا القميش هذا الاخوان ما يبقاش يقمش. صافي نكملوا الاخوان، كمل معاكم واحد الرجل كامل باش المعلومه توصل مزيان، باش نتفاداو شي واحد يدير شي مشكل شي فرخ. اذا الاخوان على هذا الشكل، ها واحد، شوفوا الاخوان قرب الكاميرا سمحوا لي، الشوكة صافي، انا حيدت له الشوكة. شفتوا الاخوان، باقي الطفر هو ما كيعطش الاخوان، لقاش مدريسي، ولكن هاي ديرونجيكم في الخدمة. هذا محيد، هذا مازال. شفتوا الاخوان على الشكل هذا، احنا حيدناه له الاخوان، خليوه عاوتاني يستراح. كارسيو الفرخ ديالكم، ما تجننوهش عاف شويه على اش طلع ريح. اذا الاخوان غادي نكمل معاه على هاد الشكيله هادي، باقي له واحد جوج طفار، نخليه يرتاح شويه باش ما يزيدش يتعصب. كارسيوه شويه فين طلع بلاصتك. اذا الاخوان على هاد الشكل هادي غادي نكملو له، اذا الاخوان على هاد الشكل هادي غادي نكملو الطفار، باقي له واحد الجويجات، غادي نخليه يستراح شويه ما يجي يتعصب، خلى خاطرو ونزيد نكملو ديك. اذا الاخوان نتمنى يكون كل شيء واضح، كل شيء سهل، حتى شي حاجه ما صعيبه، حتى شي حاجه ما معقده في الفيديو. وطبعا نتمنى تكون استفدتوا الاخوان الفيديو ديال طريقة فطام، أو كيفاش تخلي الفرخ يعتمد على راسو في الأكل، يدوز من السورينغ يعتمد على راسو في الأكل. غتلقاوها الإخوان في صندوق الوصف بالنسبة للقناة في اليوتيوب، وغتلقاوها في أول تعليق في الفيسبوك. أوكي الإخوان، باش كلشي يستفد من المعلومة. إذا شكرا للمتابعة وشكرا لمشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم. تلقوا في فيديو جديد الإخوان، السلام عليكم. كوكي اجي كوكي، زيد 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 زيد، برافو برافو برافو، اللهم بارك. قدام الأمة الإخوان، تحياتي.